بارك الله فيكم. يسأل عن الحديث التالي ومدى صحته: من كفر مسلما فقد كفر. نعم، هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وهو أن من قال لشخص يا كافر أو دعا رجل بالكفر ولم يكن كذلك رجع على القائل، فهذا الذي ثبت هو بمعنى هذا الحديث الذي بمعنى هذا اللفظ الذي ذكره السائل، وفيه التحذير الشديد من وصف المسلمين بالكفر إلا ببرهان بين من الله عز وجل، وبه نعرف خطأ بعض الناس الذين صار التكفير عندهم سهلا حتى في الأمور الاجتهادية التي لا يضلل فيها المخالف، تجدهم يكفرون من خالفهم، وهو أمر خطير جدا. فالواجب على المرء أن يتقي الله عز وجل في هذه المسألة، وأن لا يكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره، ومع هذا فإن العمل أو القول قد يكون كفرا، ويكون العامل أو القائل معذورا بجهل أو تغرير فيحتاج إلى إقامة الحجة عليه قبل أن يحكم بكفره. وليعلم أن وصف الإنسان بالكفر أو الإيمان ليس موكولا إلى الناس، بل هو موكول إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما دل الكتاب والسنة على أنه من الكفر فهو كفر، وما لا دليل فيه من السنة من الكتاب والسنة على أنه كفر فلا يجوز لأحد أن يجعله كفرا. كما أن التحليل والتحريم والإيجاب إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، فكذلك التكفير والتفسيق، والإنسان سيكون مسؤولا أمام الله عز وجل فيما ينطق به، لا سيما في هذه الأمور الخطيرة. فقد قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.